سلام البنات، صح فطوركم. هذه مائدة رمضان لليوم 20 من الشهر الفضيل. ربي يجعله شهر غفران توبة، ربي يجعلنا من العتقاء من النار إن شاء الله. وهذه هي المائدة، جتني اختي في هذا اليوم، وتخيلوا على وش سخفت حاجة بيزاغ ما تكونش من با في رمضان، مي هي حبت نديرو شاورما. دونك كنت عند طلبها ودرتها. الو، رحت قطعت صدر الدجاج كيما راكو تشوفوا، قطع صغيره باه نتبلو. ومام طون في لا بيريود اللي كنت نقطع في صدر الدجاج، جاب لي راجل الدجاجه فتحتها ونقيتها ونحيت منها الصدر، قطعته. وهادو كوماستيوس برك، كي نديروهم في لي ساشي بلون هادو، نحطهم في سنيوا في الغيفريجيراتور باه ما يلصقوش، ومن بعد نحيو السنيوا. دونك هادي البول اللي حطيت فيه لي زيبيس. درت انا درت زعفران، ملح، فلفل ابيض، شويه كمون باسكو الدجاج يحب الكمون، الكاري، وهذا ما كان، والثومه بيان سور. خلطت كلش مع بعضها، ودرت انا شويه هريسه، عندي واحد الهريسه حاره بنينه درتها معاهم. بعد ما خلطت كلش مع بعضها، رحت جبت لا كريم فريش اللي عندي هذيك في الدار اللي درتها المره اللي فاتت في الكراتان، صبيت منها على داك سكالوب باسكو هي تطري هذاك سكالوب وتجي فيه هذيك البنه تاع برا، تاع اون ديغي تاكلي في شاورما تاع برا. فوالا، هكذا بعد ما درت هذيك لا كريم فريش نعاود نردو في الفريجيدار، نخليه واحد هي ماذا بيكم لو كان ديروها الافونس نخليه ليله كامله، انا ما كانش عندي الوقت. الوغ خليته ساعه، قول ساعه ولا نص ساعه، ومن بعد قليته باش هذوك باش يدخلوا فيه لي زيبيس كاع. هنا راح نقليه كيما راكو تشوفوا. من جهه واحده اخرى رحت خدمت دي كريب مالحين، هما اللي حنفخسي فيهم هذيك الشاورما. هادو الكريب فيهم كاس فارينه، كاس حليب، مغرف ملح صغيره، زوج بيضات، ومغرف زبده ذايبه. حطيت دون زون بول ولا زوج بيضات، مغرف الخميره هذيك تاع القهوه، نخلطهم، زدت معاها لافارين والحليب، بديت بالحليب ونزيد لافارين. حنا هوزمون اختي عاونتني حكمت لي، ما فهم نصوركمش لي طاب اكزاكت. انا مغرفت الزبده دوما من جهه واحده اخرى، كنت نقلي في البطاطا اللي راح نديرها في الشاورما، وراني نتفقد في هذاك سكالوب. ومام طون كنت ديجا درت باري سخون وحار هايل، ريحته تعبق، ودرت خبز الدار تانيت نسيتو، قرب يتحرق لي من الفوق. هنا هذوك الكريب وجدوا يبقى واحد 10 دقائق هكا كيروبوزيو، وتحطوهم في المقله اللي عندها مقله تاع الكريب. انا عندي المقله تاع الكريب عجزت نجبدها، انا قدرت في هذه تاع التيفال. حتى تشوفوه شاح هذاك من فوق كامل باش تقلبوها، سينو ما تقدروش تقلبوا تخسر لكم. هاي بدات تشيح،
مي مازال ما حمرتش كما راكو تشوفوا، هي بيضاء هنا حمرت. فوالا حركو زيدو تعاودو تقلبو. هذاك الشكل النهائي تاعها. هنا راح نفخسيوها. هنا عندي فرماج فوندو، عندي مايونيز، وعندي هريسة مخلطة بزيت زيتون اللي تحب بيان سور زيت زيتون، شاكان سون كو، كاين اللي ما يحبوش. وهذا سكالوب كيما راكم تشوفوا. هنا اختي راهي تفخسي فيهم باسكو ما بقاليش الحال، مابقاش الحال على المغرب. وجبت لاباغاي بانيناز غير سخنة، حطينا فيها هذيك الحبة ونغلقوا عليها. بعد ديرنا هذوك لاتخاس جابين هايل. راني نحكي لكم بعد ما ذقتو، بعد ما ذقتو اختي ثاني. اون دي غي ناكلو شاورما تاع برا. وهذه المائده النهائيه. شوربه تمر، طاجين الحلو، ديسير، وهذاك خبز الدار ساهل. حكيت لكم عليه في لابرومي جور تاع رمضان، وريت لكم كيفاه خبز سريع بدون عجين ما يديش الوقت.